يعني انت هتركب بس احنا هندفع فلوس يعني. ده هنعرفه في تقرير الزميل الدكتور مصطفى خليفة. المجلس الوطني للشباب بمحافظة خينا مبادرة تحت عنوان مواصلتك علينا، وذلك تحت إشراف وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الأستاذ حسام حمودة سكرتير العام لمحافظة خينا نائبا عن السيد المحافظ، والسيد حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بخينا، بالإضافة إلى مسؤول المجلس الوطني للشباب وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة خينا. هاد عاملين مبادره، انطلاق مبادره اسمها مواصلتك علينا تحت رعايه مجلس الوطني للشباب مع الجهات التنفيذيه بالمحافظه، وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره التنميه المحليه، وزاره الداخليه، ومع جميع الجهات التنفيذيه والمرور هنا. وانطلاق المبادره من ديوان عام المحافظه، وبدات انطلاق المبادره اليوم 21 من ديوان عام المحافظة، تم تحريكها إلى موقف نجح حمادي للمواطنين، لغلاء الأسعار، لمساعدة المواطنين حسب تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اشتراك المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة، وطبعا ده شريك أساسي حسب اتفاق مع الوزير رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالفعل احنا عملنا عدة مبادرات من المجلس الوطني للشباب، منهم المبادرات الإدمان، ومبادرة إن هذا الوسط ترك علينا. المبادرة هتبدأ 7 أتوبيسات، الـ7 أتوبيسات دي هيبدأوا على 7 خطوط، الـ7 خطوط دول مدينة العمال، عمر افندي، جنة الجديدة، مستشفى الجامعة، مستشفى الأورام. عندنا طبعا احنا مستشفى الأورام، الناس بتتعب جدا هتروح مستشفى الأورام، وطبعا احنا عندنا جميع الخطوط في محافظة جنة، ومع تنسيق مع إدارة المرور، وأول يوم من هذا 21 و22 بالمجان خالص للمواطنين محافظة جنة، جميع مواطنين محافظة جنة اللي داخلين داخل مدينة محافظة جنة على جميع الخطوط، ثالث يوم ورابع يوم بنص جنيه. المبادرة دي هتتم 7 أيام على مدار الأسبوع لحد الوقفة. طبعا احنا اخترنا الأسبوع ده ليه؟ عشان خاطر داخل على عيد، وداخل على عيد يعني المواطنين كلها بتنزل من القرى ومن المراكز، بتنزل لمدينة جنة، اللي بيشتري طلبات، اللي بيختار حاجة، اللي بينزل الجامعة، اللي بينزل امتحانات، اللي بينزل كذا، وفي امتحانات شغالة طبعا في الجامعات لحد نهاية الأسبوع. طبعا عشان كده اخترنا الاسبوع ده طبعا عشان تخفيفا على المواطنين وتخفيفا على الاهالي محافظه جنة. وبالفعل احنا كمجلس وطني للشباب هيتم عمل مبادرات كتيره جدا باسعار مخفضه في جميع المبادرات، التغذيه، الغذاء، التموين، جميع التغذيه ان شاء الله. ونشكر السيد محافظ جنة، السيد الوزير اشرف الدويدي محافظ جنة، والسيد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، وكيل وزاره التموين حضر معانا، نقيب الصيادله حضر معانا الدكتور احمد النقيب نقيب الصيادله، معانا عميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينه جنة، وطبعا جميع الجهات التنفيذيه، وزيره الداخليه، مدير امن جنة، طبعا اداره المرور جنة. ونشكر جميع الجهات التنفيذيه بالمحافظه لمساعده والدعم الكامل للمؤسسات المدنيه او المجتمع المدني حسب توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. هذا وتهدف المبادره الى الدفع بـ7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفه ذهابا وعوده، تعمل على خدمه المواطنين من قاطني المناطق والقرى الاكثر احتياجا من اجل التخفيف عن كاهلهم. النهارده انطلاق مبادره مواصلتك علينا معده من مجلس الوطني للشباب، مش احد الكيانات المشهره من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. الهدف من المبادره هدف جميل جدا، نوع من المبادره، نوع انساني، نوع انساني، نوع اجتماعي قبل كل شيء، وهو لمساهمة المجتمعات ومساهمة بكيان المجتمع الشعب الفلاحي بصفة عامة، ورفع المعاناة عن الشعب. المبادرة تلخص عنصر بسيط جدا، المبادرة دي على مدار 6 أيام، المبادرة دي من ضمن المشاكل اللي واجهتها محافظة جنة الفترات السابقة من ناحية اختناقات المرورية وعدم اختفاء المواصلات الداخلية داخل المدينة. المجلس الوطني للشباب حس بالمشكلة وتم العمل على هذه المشكله بالتنسيق مع احد الشركات السياحه بتوفير عدد من الاتوبيسات. وفرت المبادره 7 أتوبيسات لـ7 خطوط على مستوى محافظه جنة، داخل من موقف للخطوط الداخليه لنقل المواطنين، على مراحل، على مدار اليوم. المبادره دي 6 ايام، اول يومين ان شاء الله هتكون بالمجان، اليومين التوالي ليها ان شاء الله مشيت الرحمن هتجد تكلفه 50 قرش للفرد الواحد. اليومين الاخرين الخامس والسادس ان شاء الله مشيت رم حاجه بتكلفه 1 جنيه للفرد. ده حاجه يعتبر حاجه بسيطه جدا، احنا عارفين التكلفه عندنا، التكلفه على مستوى محافظه جنة
التكلفه تخش في 2 جنيه. فالمبادره من نوع من ضمن المبادرات من نوع من الحقوق بتاع المواطن الجناوي والتنسيق معه واحساسه مدى اهتمام الدوله بالمواطن بصفه عامه. تاتي المبادره استمرارا لجهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا والمناطق الحضريه الجديده خاصه اثناء اوقات الازدحام، وتزامنا مع عيد الاضحى المبارك. كنت معكم من محافظه قنا فخليفه.